لا فرق بين نازح ومقيم في عرف الاحتلال، فكلهم سواء أمام آلة قتله الغاشمة. ففي غزة لم يعد للمأمن حيز ولا مكان في ضوء النهج الإجرامي المستمر منذ 5 شهور خلت. نهج استلزم تغطية لعوراته، فلم يجد القائمون عليه سوى الكذب والتزييف، محاولين تغيير حقيقة جذرها استهدافهم الأعمى للعزل من طالبي المساعدات والباحثين عن بقايا أمل في الحياة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 تشرين الماضي إلى 30,320 شهيدا وأكثر من 71,000 إصابة. كما أشارت وزارة الصحة في غزة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 92 شهيدا و156 إصابة خلال 24 ساعة. وأكدت الوزارة وجود عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، قائلة إن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليه. كما قالت وزارة الصحة في غزة إن 11 نازحا فلسطينيا على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية أصابت خياما للنازحين في رفح، هذا وارتقى 17 شهيدا على الأقل، وأصيب العشرات إثر استهداف قوات الاحتلال 3 منازل وتدميرها على رؤوس ساكنيها في دير البلح وجباليا في قطاع غزة فجر اليوم. كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين شرق دير البلح، حيث وصل 15 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى، عدا عن عشرات الجرحى والتي ما زالت طواقم الدفاع المدني تبحث عنهم في ركام المنزلين المستهدفين. أكد مدير مستشفى كمال العدوان شمالي القطاع حسام أبو صفيان للمملكة استشهاد 9 أطفال في المستشفى خلال الأسبوع الماضي، معظمهم بسبب سوء التغذية، مشيرا إلى أن الأطفال الذين استشهدوا كانوا يتناولون وجبتين فقط خلال الأسبوع. كل الأطفال اللي أكلوا مستشفى كمال العدوان كانت علامات الجفاف وسوء التغذية كانت ظاهرة على وجوه وعلى طبعا على الأطفال كلهم. احنا فقدنا الان 9 أطفال على امتداد 7 أيام الماضية، ودول الأطفال اللي تم استشهادهم بسبب سوء التغذية. طبعا يعني أنا دائما بقول للزملاء، لو احنا وقفنا على باب الاستقبال والطوارئ وشاهدنا الأطفال المترددين لقسم الاستقبال سطلبوا معينك، علامات الجفاف والوهن والضعف واضحة جدا. أغلب الأطفال اللي تم استشهادهم عندما عدنا للتاريخ المرضي للأهل، تصور أخي العزيز أنه الطفل فقط يأخذ وجبتين خلال أسبوع، يعني تتكلم عن كل 3 أيام وجبة، وهذا يدل على مصيبة. نفذت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني إنزالات جديدة للمساعدات الغذائية والإغاثية لأهالي قطاع غزة. كما نفذ الجيش الأمريكي أول عملية إسقاط جويا للمساعدات الإنسانية على غزة، حيث تم إسقاط أكثر من 35,000 وجبة باستخدام 3 طائرات C-130. من دير البلح ينضم إلينا مراسل المملكة باسل العطار. باسل، أهلا بك. إذا نتحدث في البداية عن الوضع الميداني وكذلك امتداد هذا الوضع فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية مع استمرار الإنزالات الخاصة بالمساعدات جويا. نعم غادة، نبدأ بالاستهدافات الإسرائيلية التي تمت خلال الثلث ساعة الماضية أو 20 دقيقة الماضية، حيث استهدفت إسرائيل أراضي موجودة في القرب من الحدود الفلسطينية المصرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في منطقة تسمى بمنطقة الشعود. عدة غارات استهدفت أراضي زراعية في هذا المكان، لم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية. كما أعلن عن استشهاد 4 فلسطينيين في بلدة القرارة في الشمال الشرقي لمدينة خان يونس جراء استهدافات إسرائيلية ما زالت مستمرة على هذه البلدة، إلى جانب أيضا استشهاد 4 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال لخيم النازحين في المناطق الغربية لمدينة الزهراء الواقعة في وسط قطاع غزة.
وتم نقل الشهداء إلى مستشفى الشهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، إلى جانب أيضا وجود عدد من الإصابات نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. أما فيما يتعلق بالإنزالات الجوية، فقبل قليل شاهدت طائرات تحلق على مسافات قريبة في المناطق الغربية لقطاع غزة. الإعلام العبري يتحدث عن أن هذه الطائرات هي طائرات أمريكية وأنها أسقطت حزم من المساعدات. شاهدت تسقط في المناطق الجنوبية وليس في مدينة دير البلح أو المناطق الوسطى، في المناطق الجنوبية، والمعلومات تشير إلى أنها في مواصي مدينة خان يونس، والأكثر كان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. الإعلام العبري يقول أن هذه الطائرات تتبع للجانب الأمريكي، وأنها المرة الأولى التي يتم بها تنفيذ عملية إنزال من الولايات المتحدة على قطاع غزة. ونتحدث هنا عن حتى أن الإعلام العبري وضح الكمية التي تم إسقاطها، فالحديث هنا عن أنها تم إسقاط وجبات غذائية، وتم إسقاط أيضا وفق ما تقول وسائل الإعلام العبرية 66 حزمة من المساعدات على القطاع، 22 حزمة كانت موزعة على كل طائرة. نحن نتحدث هنا عن أن الإنزالات الجوية بدأت تزيد بعدما بادرت الأردن بأن تكون أولى الدول التي نفذت هذه العمليات، والتي باتت تأخذ الشكل اليومي. ونتحدث هنا عن إنزالات أردنية كانت موزعة على كافة مناطق القطاع في شمال القطاع بالأمس وقبلها، وأيضا في وسط القطاع وجنوبه، والآن بدأت الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة في المناطق الجنوبية. حتى الآن لم يتم إسقاط في المناطق الشمالية أي مساعدات سوى المساعدات الأردنية. المطلب هنا أن يكون هناك توسيع في عملية إدخال المساعدات سواء من الجو عبر الإنزالات الجوية، أو حتى وربما هذا ذو فائدة أكبر، نتحدث هنا عن الإدخال مساعدات برا. نحن نتحدث عن إعاقة إسرائيلية واضحة لإدخال المساعدات ومحاولة عرقلة إدخال هذه المساعدات. ما يتم حمله برا ربما يكون بكميات أكبر وأقل تكلفة، لكن إسرائيل ما زالت تضع عراقيل. الآن هذه الإنزالات الجوية تأتي كبديل عن الإعاقات الإسرائيلية، لكنها ليست بديل عن ضرورة أن يكون هناك إدخال مساعدات من البر للقطاع، بما يساهم في دخول كميات أكبر والضغط على إسرائيل أيضا لزيادة عدد هذه الشاحنات، وألا يكون فقط ما يقرب من 100 شاحنة كان يدخل في المتوسط، والآن نحن نتحدث عن أقل من 100 شاحنة، وأحيانا لا يتم تسليم أي شاحنة من المساعدات إلى الهلال الأحمر بسبب المظاهرات التي يتم تنظيمها من قبل المستوطنين على معبر ميتسانا المخصص لتفتيش المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح. نعم طبعا، أيضا أتخوف هنا باسل فيما يتعلق بتسليم المساعدات البرية، تكرار المشهد كما حدث في شارع الرشيد بالرغم من إنكار الاحتلال لما حدث هناك واستهداف العزل الغزيين. وهذا بالضبط ما هو مطلوب، ليس فقط الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات، وإنما أيضا الضغط عليها لوقف سياسة استهداف هذه المساعدات واستهداف أي لجان لتأمين هذه المساعدات. إسرائيل تريد خلق حالة من الفوضى حتى في المساعدات التي يتم إدخالها، بحيث تستهدف أي عملية تأمين لهذه المساعدات التي أحيانا يتم أو يعترضها مواطنون ويستولون على المساعدات التي تكون على هذه الشاحنات. لذلك لابد من ضمان تأمينها وضمان أيضا عدم استهداف من يريد الحصول على هذه المساعدات، خاصة في المناطق الشمالية. إسرائيل تستهدف بشكل ملحوظ، حتى المجزرة الأخيرة التي كانت في شارع الرشيد والتي ارتفع عدد الشهداء بها ل 116 شهيدا بعد انتشال جثمان شهيد هذا اليوم واستشهاد آخر متأثرا بجراحه، ليست المرة الأولى، فقد سبقها أيضا مجزرة أخرى في دوار الكويت في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، وبنفس الظروف وبنفس المعطيات ولنفس الأسباب مواطنون ذهبوا إلى تلك المنطقة لاستقبال المساعدات التي كانت تأتي في حينه عبر
شارع صلاح الدين وتم إطلاق الرصاص عليهم واستشهدوا. إسرائيل تحاول اللعب بورقة المساعدات بحيث تضغط على الفلسطينيين فيما يتعلق بإتمام أي صفقة، باعتبار أن هذا الأمر هو محل تلاعب إسرائيلي، وهذا الأمر لابد أن يتم إنهاءه. هذه مطالبات وكالات دولية أيضا وأمم متحدة وعدة دول أن تتوقف إسرائيل عن هذه السياسة، باعتبار أن إدخال المساعدات لابد أن لا يكون محل ابتزاز لتحقيق أي أهداف ميدانية أو سياسية، لأن الأوضاع في القطاع وصلت لمراحل خطيرة جدا ومجاعة خطيرة جدا. 13 طفلا استشهدوا في المناطق الشمالية نتيجة حرب التجويع الإسرائيلية، وهناك أيضا حالات هنا في المناطق الجنوبية من الجفاف وسوء التغذية التي تعصف بأطفال القطاع، إلى جانب أيضا الكبار الذين أيضا يعانون جراء نقص المواد الغذائية لدرجات غير مسبوقة. أشكرك جزيل الشكر باسل العطار مراسل المملكة من دير البلح. هذا وكان وزير الخارجية الفرنسي قد حمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي أوصل القطاع إلى وضع إنساني كارثي لا يمكن الدفاع عنه أو تبريره على حد قول الوزير الفرنسي. تأتي تصريحات الوزير الفرنسي في أعقاب مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها الاحتلال وراح ضحيتها العشرات ومئات الإصابات، داعيا إلى إجراء تحقيق بشأن المجزرة للوقوف على ما جرى فيها. أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تحقيقاته الأولية في مجزرة الرشيد جنوب غربي مدينة غزة ضد مدنيين فلسطينيين حاول الحصول على إمدادات إنسانية تظهر تورط إسرائيل الكامل، داعيا إلى تحقيق دولي فاعل وصولا لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين. وبين المرصد خلال مؤتمر صحفي نتائج تحقيقاته الأولية للحادثة ورواية الضحايا في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الإسرائيلي نفي مسؤوليته عنها عبر الإدعاء بأن الضحايا قضوا نتيجة التدافع، حيث تم توثيق إطلاق الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة تجاه تجمعات المدنيين الفلسطينيين خلال محاولتهم استلام مساعدات إنسانية على دوار النابلسي في شارع الرشيد، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 116 شخصا وإصابة المئات، فيما يعتقد أن العديد من جثث الضحايا ما تزال في منطقة الاستهداف. نفذت القوات المسلحة الأردنية إنزالين جويين بطائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي لمساعدات غذائية استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة. جاء ذلك بمشاركة أولى للولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة إنزالات نفذتها ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي على جنوب قطاع غزة. يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزالا جويا أردنيا، بالإضافة إلى الاشتراك وتسهيل مهام 10 إنزالات جوية لدول شقيقة وصديقة. ينضم إلينا الآن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند بيضين. دكتور مهند أهلا وسهلا بك. دكتور مهند، نحن نتحدث اليوم عن استمرار هذه الجهود الأردنية وفي اختراق آخر باستمرار هذه الجهود الوصول إلى الشمال بإنزال هذه المساعدات وفتح الأبواب في تنفيذ عمليات إنزال مشابهة. نعم سيدتي، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة المملكة. هذا استمرار الجهد الأردني الإنساني اللي أيضا أكد عليه جلالة سيدنا أمس فيما حضرت معان، والذي أكد على أنه سيستمر وكلما استطعنا إليه ونقدم فيه العون والمساعدة. وفي هذا اليوم كان باتجاه أهلنا في قطاع غزة في منطقة الشمال اللي هي من أكثر المناطق اللي تتعرض لحصار وعملية تجويع وتدمير ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نعم، اليوم هذا الاستباق، استباق الأردن في كسر الحصار المفروض على غزة والتوجه العالمي من بعده، إلى ماذا يشير خاصة في استمرار الأردن بغض النظر عن تقاعس المجتمع الدولي الذي نتحدث عنه برسائله دون التحرك على الأرض؟ هذا سيدتي نجاح للدبلوماسية الأردنية والجهد الأردني والثقل الأخلاقي اللي مارسه جلالة الملك عبد الله الثاني منذ ما قبل قمة الرياض العربية الإسلامية، حينما اجتمع بكافة المعنيين بملف الإغاثة والإمداد الطبي والإغاثي من مؤسسات ووكالات دولية الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي وغيرها،
وكانت كلمة جلالة الملك واضحة في قمة الرياض آنذاك بأنه يجب تطويع الجهد الدولي وإقناع العالم الغربي في موضوع استدامة المساعدات الإغاثية وإيصالها إلى أهلنا في قطاع غزة من خلال عمليات الإنزال الجوي والجهود البرية الأخرى أيضا، والنقل اللي بيتم أيضا جويا إلى معبر رفح. باعتقادي أن هذا جزء من التفاعل المباشر والإيجابي، وكلمة جلالة الملك أيضا وجولاته اللاحقة اللي كانت في الولايات المتحدة في البيت الأبيض ثم كندا المجموعة الأوروبية مختلف المعنيين والمسؤولين بهذا الجانب، هذه إحدى أهم عمليات الاستجابة الغربية والعالمية والعربية إلى أن هناك جهدا ممكنا في ظل عمليات الحصار التي تمارسها إسرائيل والتعقيدات والتشويش اللي أشار به جلالة الملك في حديثه أمس معان، بأننا مستمرون في هذا الجهد وقادرون على أن نوصل إلى أهلنا في قطاع غزة المساعدات التي يحتاجونها، والتي كما قال جلالة الملك بجوز ما بتكفي، لكنها هذا هو الجهد الممكن الآن في ظل هذا الضيق الذي يمارسه الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة. نعم، اليوم نتحدث عن عملية إنزال بمشاركة أولى للولايات المتحدة، قامت الطائرات التابعة للولايات المتحدة بإنزال هذه المساعدات في الجنوب والأردنية بإنزال هذه المساعدات في الشمال. عندما نتحدث عن مشاركة الولايات المتحدة في الإنزال بعد تعثر إدخال المساعدات لفترة، لابد وأن لذلك أيضا رسالة واضحة ومغزى واضح في ظل ما يحدث حاليا. نعم، هذه أول أهم الرسائل فيها أنه تفكيك الدعم الممنوح غربيا كان لإسرائيل في عمليتها العسكرية والحرب التي تقودها، بأن هناك اهتمام والتفاتة بأنه يجب الوصول إلى القواعد الخطاب الإنساني التي تحتم إغاثة المنكوبين في مثل هذه الحرب التي لا تسمح إسرائيل في إيصال المساعدات. واستهدفت أول أمس يعني مجموعة أو جمع كبير من الناس في قطاع غزة وهم يستقبلون شاحنات الدعم والمساعدة الإغاثية. عندما تأتي الولايات المتحدة معناه أن صانع القرار في الولايات المتحدة بات مقتنعا بأن هناك تعطيل إسرائيلي بإيصال المساعدات، وما الحديث عن تحقيقات دولية في موضوع استهداف المتلقين المساعدات إلا جزء من هذا الضغط الذي توفر ولم يكن يمكن أن يكون فاعل إلا بالجهود الأردنية الفاعلة التي استهدفت إيقاظ الضمير العالمي وتنبيه المسؤولين الغربيين، وأيضا هذا أيضا استجابة من قبل هذه الدول والقيادات إلى الأصوات الحرة التي خرجت في شوارع العواصم الغربية والأوروبية التي تطالب بإغاثة أهل غزة. إذا نحن نتحدث عن تفكيك منظومة عالمية كانت لا ترى إسرائيل إلا أنها تدافع عن نفسها، وهذا ما استطاع الأردن أن يحلحل ويفككه عندما قال الأردن أننا يجب أن نفكك السردية الإسرائيلية التي قدمت الغرب باعتبار أنها تدافع عن نفسها. هنا استهداف للإنسانية، هنا خطاب لا إنساني كانت تقود إسرائيل، وبالتالي اليوم العودة عنه والاستجابة لمطالب الدعم والإغاثة. ولولا الجهود الأردنية التي كانت فاعلة ومباشرة منذ بداية أول عملية إنزال بستة نوفمبر لما كان ربما انتباه من هذه الدول إلى أنه بالإمكان أن نلتحق بالخطاب الإنساني. أنا أعتقد أن هذا التحاق بالخطاب الإنساني وبالمعايير والقيم الإنسانية التي تحتم مساعدة هؤلاء الناس المنكوبين الذين يتعرضون لعملية تدمير مملكة. نعم، شكرا جزيلا لك وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 من تشرين الأول الماضي إلى 30,320 شهيدا وأكثر من 71,000 إصابة. كما أشارت وزارة الصحة في غزة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا و156 إصابة خلال 24 ساعة. وأكدت الوزارة وجود عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، قائلة إن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. كما قالت وزارة الصحة في غزة إن 11 نازحا فلسطينيا على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية أصابت خياما للنازحين في رفح، هذا وارتقى 17 شهيدا على الأقل وأصيب العشرات إثر استهداف قوات الاحتلال 3 منازل وتدميرها على رؤوس ساكنيها في دير البلح وجباليا. فجأة صار انفجار كبير وفي يعني في مكان ضربوا في مكان أمم، في ناس يعني دمار وشهداء وإصابات خير الله.
المختار، فيعني فجأة لقينا الإزاز والحجر فوقينا ونار مولعه، فصوبنا وشردنا اللي شرد واللي استشهد واللي تصوب، وأنا الحمد لله أكلت هواية في إيدي وفي راسي، وأخويا كذلك تصوب، وهذا اللي صار معنا يعني. أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن تحقيقاته الأولية في مجزرة الرشيد جنوب غربي مدينة غزة ضد مدنيين فلسطينيين حاولوا الحصول على إمدادات إنسانية تظهر تورط إسرائيل الكامل، داعيا إلى تحقيق دولي فاعل وصولا لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين. وبيّن المرصد خلال مؤتمر صحفي نتائج تحقيقاته الأولية للحادثة ورواية الضحايا في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الإسرائيلي نفي مسؤوليته عنها عبر الادعاء بأن الضحايا قضوا نتيجة التدافع، حيث تم توثيق إطلاق الدبابات الإسرائيلية النار بكثافات تجاه تجمعات المدنيين الفلسطينيين خلال محاولتهم استلام مساعدات إنسانية على دوار النابلسي في شارع الرشيد، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 116 شخصا وإصابة المئات، فيما يعتقد أن العديد من جثث الضحايا ما تزال في منطقة الاستهداف. الأصداء في الشارع الإسرائيلي بشأن الغضب العالمي جراء مجزرة شارع الرشيد نستطلعها مع مراسلة المملكة من القدس ليالي عيد. ليالي، أهلا بك. إذا نتابع معك هذه الأصداء حتى اللحظة وما ترتب على هذا المشهد. نعم بالفعل غادة، لو بدأنا من الاحتجاجات التي كانت قد انطلقت اليوم داخل الخط الأخضر وشارك فيها المئات من الفلسطينيين من كافة المدن والقرى هناك، انطلقت من قرية كفر كنا في الجليل ويعني طالبت بوقف الإبادة والحرب على قطاع غزة وسط انتشار وتواجد للشرطة الإسرائيلية بكثافة في كافة النقاط التي مرت منها هذه الاحتجاجات، وكانت قد دعت لجنة المتابعة العليا داخل الخط الأخضر لهذه الاحتجاجات التي شارك فيها كل الأقطاب السياسية، وكانت هناك أيضا مطالبات يعني أن يتم أيضا وقف الانتهاك حقوق الفلسطينيين إن كان حتى في مدينة القدس ومؤخرا وسط القيود والاستفزازات المتواصلة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، وكذلك هذه التظاهرة التي يعني جالت مدن عدة في الداخل الفلسطيني. إن تحدثنا أيضا حول الاحتجاجات الإسرائيلية الواسعة التي كانت انطلقت في عدة مواقع اليوم، إن كان في مدينة حيفا انطلقت هذه التظاهرات مطالبة بعقد صفقة تبادل عاجلة، أيضا أكثر من 20,000 إسرائيلي حسب صحيفة معاريف شاركوا في مسيرة انطلقت من مناطق عدة ووصلت إلى مدينة القدس قبل قليل، سميت هذه المسيرة بالاتحاد من أجل إطلاق سراح المحتجزين وللمطالبة بالإفراج عنهم، وكان قد شارك فيها زعيم المعارضة لابيد الذي طالب بأن يتم عقد صفقة تبادل بشكل عاجل. نعم ليالي، نعود قليلا إلى ما حدث في شارع الرشيد وردود الفعل حول ذلك، كيف وصلت هذه الرسالة، كيف تم التعاطي معها خاصة أمام الفبركات المستمرة بالإنكار وتعديل هذه القصة من قبل الاحتلال؟ يعني هناك تجاهل كبير لهذه الجريمة. خرج المتحدث باسم الجيش في وقت سابق مدعيا أن هذه الأعداد من الشهداء كانت نتيجة التدافع، ولكن تقرير المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان قال بشكل واضح أن لا يوجد أي تدافع، وهذا جراء إطلاق النار تجاه الفلسطينيين الذين ذهبوا لي إحضار المساعدات الإغاثية، وبالتالي هناك يعني على ما يبدو رقابة عسكرية مشددة على أي تصريح يخرج فيما يتعلق بهذا الأمر، ويعني فقط ما خرج عن المتحدث باسم الجيش هو أن ما حدث هو نتيجة التدافع، وبالتالي إسرائيل تتجاهل هذا الأمر بشكل كامل، لكن هناك ضغوط واضحة تشير إلى ادعاءات غير صحيحة تحاول من خلالها إسرائيل أن يعني لا تورط نفسها
هذه المجزرة وهذه الادعاءات التي أيضا انتقدت صباح اليوم في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل مقتضب جدا، ويعني من انتقدها لم يشير بشكل واضح إلى هذه الجريمة وعدد القتلى ولكن الشهداء، ولكن أشار بشكل أوضح إلى أن استمرار هذه العمليات العسكرية و يعني على نطاق عسكري لم يعد يجدي، ويجب أن يكون هناك يعني مفاوضات وصفقة تبادل عاجلة في الوقت الذي يماطل فيه نتنياهو بشكل كبير، ويعني حتى اللحظة يرفض أن يتحدث عن أن المفاوضات ستستأنف، ويقول أنه لن يتم في التصريح الأخير لن يتم يعني العودة إلى المفاوضات إلا بعد استلام أسماء الأحياء من المحتجزين الإسرائيليين. ترجيحات من مسؤولين إسرائيليين نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية تقول أنه ربما في مطلع هذا الأسبوع سيكون هناك تحريك لهذا الملف في حال استجابة حركة حماس لهذا المطلب. كل الشكر ليالي عيد، مراسلة المملكة من القدس. أكد مدير مستشفى كمال العدوان شمالي القطاع حسام أبو صفية للمملكة استشهاد 9 أطفال في المستشفى خلال الأسبوع الماضي معظمهم بسبب سوء التغذية، مشيرا إلى أن الأطفال الذين استشهدوا كانوا يتناولون وجبتين فقط خلال الأسبوع. كل الأطفال اللي أكلوا لمستشفى كمال عدوان كانت علامات الجفاف وسوء التغذية كانت ظاهرة على وجوه وعلى طبعا على الأطفال كلهم. احنا فقدنا الان 9 اطفال على امتداد 7 ايام الماضيه، وجل الاطفال اللي تم استشهادهم بسبب سوء التغذيه. طبعا يعني انا دائما بقول للزملاء لو احنا وقفنا على باب الاستقبال والطوارئ وشاهدنا الاطفال المترددين لقسم الاستقبال سطلبوا معينك، علامات الجفاف والوهن والضعف واضحه جدا. اغلب الاطفال اللي تم استشهادهم عندما عدنا للتاريخ المرضي للأهل، تصور أخي العزيز أنه الطفل فقط يأخذ وجبتين خلال أسبوع، يعني تتكلم عن كل 3 أيام وجبة، وهذا يدل على مصيبة. لتفاصيل أكثر عن الواقع الطبي في مستشفيات غزة خاصة فيما يتعلق بالأطفال ينضم إلينا مدير مستشفى العودة دكتور محمد صالح. دكتور محمد أهلا وسهلا بك. دكتور محمد، هذه الظروف الكارثية ما زالت مستمرة، عندما نتحدث الآن على الوفاة ليس فقط بسبب القصف وإنما نتحدث إلى جانب استهداف الاحتلال اليوم للأطفال وفيات مستمرة بسبب النقص ليس فقط في المواد الطبية ولكن أيضا الغذاء، نتحدث عن هذا الواقع معك اليوم. السلام الله مساءكم جميعا لك والجميع الشاهدين. نحن في مستشفى العودة في شمال قطاع غزة نقدم خدمات النساء والولادة فيما يتعلق بخدمات الأطفال. صراحة سجلت العديد من وفيات الأطفال أجلنا في بطون أمهاتهم نظرا لسوء التغذية، بالإضافة إلى أن العديد من الأطفال الذين يحضرون أهليهم إلى المستشفى يطلبون الحليب اللازم لإرضاع أطفالهم، حيث أن السيدات لا تتغذى بشكل جيد وهذا يؤثر على الرضاعة الطبيعية للسيدات لأطفالهم. لا نستطيع توفير سوى علبة حليب واحدة للطفل، لا تكفي إلى أكثر من 3 أو 4 أيام للطفل، ولكن هذا المتوفر لدى المستشفى لتقديمه للأطفال للأطفال الرضع. أما فيما يتعلق بسوء التغذية للأطفال عند سن 14 عام، الأطفال سجلت العديد من حالات سوء التغذية، سجل العديد من الالتهابات المتعلقة بنقص الأملاح، وبالإضافة إلى العديد من التدخلات التي قمنا بإجرائها وإجراء الفحوصات، انتشار مرض الكبد الوبائي بين الأطفال وأيضا بين السيدات، انتشار النزلات المعوية، والعديد من الأطفال الذين حضروا إلى المستشفى لتلقي الخدمات الطبية يعانون من سوء تغذية بشكل كبير جدا. لم يتم إدخال أي من المساعدات الطبية أيضا والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل متواصل، ما يقوم بإدخاله لا يصل إلى شمال قطاع غزة من خلال منع الاحتلال وصول المساعدات بشكل منسق ومنتظم في شمال قطاع غزة.
نعم، إذا في مآل ما يحدث اليوم دكتور محمد، نحن نتحدث عن أهوال مقبلة خاصة فيما يتعلق حتى في ظل توقف القصف وتوقف الحرب، نحن نتحدث أيضا عن عدم وصول مساعدات بالطريقة المطلوبة، وهذا نتاجه على المدى البعيد ليس فقط كارثي وإنما غير مسبوق. صحيح، والآن حاولت كل المنظمات، أيضا منظمة الصحة العالمية حاولت إدخال الحليب المتعلق بالأطفال ولكن لم تستطيع. أجرينا العديد من التنسيقات وأجرت منظمة الصحة العالمية التنسيقات مع قوات الاحتلال لإدخال مستلزمات طبية بما فيها الحليب للأطفال إلى مستشفى العودة، ولكن لم تنجح منظمة الصحة العالمية ولا كل شركائنا من وكالات الأمم المتحدة بإدخال أي من هذه المساعدات بشكل كامل إلى شمال قطاع غزة وخاصة إلى مستشفى العودة. لم يتم إدخال أي من هذه المساعدات. نتمنى وطلبنا وعقدنا العديد من المؤتمرات الصحفية نناشد فيها كل العاملين الإنسانيين بما فيهم منظمة الصحة العالمية لإدخال الحليب للأطفال ولإدخال الأدوية والمستلزمات. أيضا الأطفال الذين يحضرون ونحن سوء تغذية بالإضافة إلى انتشار العديد من الأمراض لا يوجد علاج لهم لتطبيبهم، ولكن نقوم بما نستطيع أن نقدمه للأطفال، ولكن هو لا يمثل أقل من الحد الأدنى المطلوب لتغذية الأطفال. نعم، الآن دكتور محمد هناك جانب آخر عندما نتحدث عن النساء الحوامل اللواتي ينتظرن وضع أطفالهن. اليوم نتحدث عن أعداد جديدة مقبلة من الرضع الذين لا يملكون أي غذاء متوافر، وكذلك صحة الأمهات اللواتي لا يقدرن على الاهتمام وربما أيضا تزويد أطفالهن بالغذاء اللازم. صحيح، نحن في مستشفى متخصص في النساء والولادة. كما قلت هناك حالات أطفال ماتوا في أرحام أمهاتهم، بالإضافة أجن عفوا ماتوا في أرحام أمهاتهم، بالإضافة إلى أن كل طفل يولد لا يقدم له سوى علبة واحدة من الحليب، وهي لا تكفي لإرضاع طفل يزيد عن 4 أو 5 أيام بما فيها الرضاعة الطبيعية مع الأم. ايضا سوء التغذيه موجود لدى الامهات، و 90% من السيدات الذين حضروا للولاده في مستشفى العوده هم يعانوا من الانيميا وسوء التغذيه. لا تستطيع هذه السيدات ارضاع اطفالهم رضاعه طبيعيه. حضرت الكثير من السيدات وما زالوا يحضرون بشكل يومي وشبه دائم على المستشفى يطالبوننا بتوفير ما امكن من الحليب اللازم لتغذيه اطفالهم، ولكننا للأسف لا نمتلك الكميات المناسبة لتغطية كل الحالات. اليوم قمنا بتسجيل ما يزيد عن 250 طفل بحاجة إلى الحليب، ونسعى جاهدين لتوفيرها من خلال شركائنا، ولكن لحتى هذه اللحظة لم يتم إدخال أي من هذه المساعدات بما فيها حليب الأطفال الرضع. أشكرك كل الشكر على إيصال هذه الصورة بشكل كامل دكتور محمد صالحة مدير مستشفى العودة في غزة. في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان وإعمار المساجد، عمدت إسرائيل لهدم هذه المساجد في قطاع غزة ودمرت العشرات منها، وآخر عمليات القصف التي استهدفت مسجد البخاري في مدينة دير البلح مما تسبب في تدميره واستشهاد فلسطينيين من النازحين المقيمين بالقرب منه. أنا الآن متواجد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، هذه المدينة التي دائما ما تصنفها إسرائيل على أنها منطقة آمنة شهدت غارات إسرائيلية عنيفة تسببت في استشهاد عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية. هذه إحدى المناطق التي تم استهدافها، خيام للنازحين تم استهدافها بشكل مباشر أو غير مباشر، بمعنى أننا نتحدث إما تم استهداف خيام بشكل مباشر من الطيران الإسرائيلي أو من خلال قصف أحد المساجد القريبة من مكان تجمع هذه الخيام، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين. احنا كنا نايمين في خيام في الساعة 12 تقريبا في الليل، وانه القصف بيشتغل في الجامع، واحنا نايمين اجت علينا عمدان شافوا الخيام كلها، وبنت الشهيد استشهدت وفي 4 إصابات كمان، واحنا مش عارفين ايش نسوي.
ما عندناش لا خيم ولا مطرح نسكن فيه. وبعدين احنا مش عارف لمين في عندنا مطلب ولا تبع لحد. ايش هذا؟ مش مين حق عمي؟ كنا بايتين نايمين يعني في البيت انا ومرتي واولادي. فتفاجأ صحيت على صوت انفجار. فاللحظة هذه ما ليش الا الله صرت اتشاهد. اولاد عاوا يصرخوا يتشاهدوا. فما لحقتش اهرب او اشوف صار الحجار تدب فيا وتخبط في راسي وفي جسمي. الخيمه الشادر هذا معلش يعني لو تصوروا هذا الخيمه ايش يعني ايش بدي يحمي هذا البشر؟ ايش بدي يحميني؟ بدي يحمي اولادي ولا بنتي؟ هذيك مسكينه بنتي يعني حتى مرتي وقلبها وقف وخلص الله احياها ودوها على المستشفى. فايش بيحمي الشادر وعارف انه في حواليهم نازحين ومدنيين واطفال وابرياء يعني بضربوا الجامع جنبهم مسجد جنبهم وبنضربوا الاماكن الناس وفيها بني ادمين واستشهدت بنت عم الله يرحمها ولا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مسلم. نحن اليوم نشاهد شعب يقتل وامه تباد في غزه اطفال تيتم وامهات ترمل بل عائلات تمحى من السجلات المدنيه بيوت تقصف على رؤوس أصحابها مستشفيات ومساجد ومدارس تهدم على من فيها لم يعد مكان آمن ولا حياة لمن تنادي. إذن مشاهدينا الكرام في ظل أن العالم يستعد لاستقبال شهر رمضان هنا في قطاع غزة يتم تدمير المساجد. المساجد في القطاع ليست فقط باتت للعبادة وإنما أيضا لاستضافة النازحين الذين دمرت إسرائيل منازلهم أو طردتهم من مناطقهم. حتى بيوت الله باتت هدفا أيضا لطائرات الاحتلال لتمنع الفلسطينيين من التعبد أو حتى من اللجوء إليها بحثا عن مكان بدل المكان الذي يتم تدميره من إسرائيل. باسل العطار، المملكة، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.